ديروا المي خلي يشرب. الأمطار قليلة، الأنهار جافة، الينابيع شحت، المياه الجوفية تختفي، السدود فارغة. من أين سيشرب اللبنانيون وماذا سيشربون؟ خلاد يشرب كل الدنيا ويعلى الزرع ويحلى الفايد. وين المي؟ ملف يفتحه وليد عبود مع الدكتور فادي كمير مدير عام الموارد المائية والكهربائية، ندى زعرور رئيسة حزب الخضر، الدكتور زياد الصايغ، الدكتور ناجي كعدي بموضوعية الاثنين 9:30 مباشرة على الـ MTV.